معنى كده احنا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. يلا شوف وشك على خير. لا 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 استنى يا استاذ، انت بتقتلني ليش؟ ومين اللي بعثك وكم عطاك؟ انا مستعد اتنازلك عن كل ثروتي بس خلني اعيش. الله يخليك. كل ثروتي ايه يا عم؟ الافلام القديمه كل انت هتتنازل لي عن كل ثروتي؟ انت شايف نهبل ولا دائع عصافير؟ ده انا اول ما اسيبك هتخلع. لا لا انا من ايدك هذه لايدك هذه، صدقني انا تحت امرك باللي تطلبه. انا مستعد احقق لك كل احلامك بس الله يخليك شيل البتاعه دي. تعرف انا نفسي في ايه؟ امرني في ازازه كبيره ساعه بس. ده 100 صندوق ازازه كبيره تجي لك دلوقتي. ماشي يا عم. أنا قايل المصريين ما شاء الله أجدع ناس وأحسن ناس في الدنيا. طب مصر يا عم أم الدنيا، أنت عارف سموه أم الدنيا ليه؟ لا والله ما أعرف. وحياتك ولا أنا. يلا اطلع بينا. حاضر. اطلع يا شيخ العرب. حاضر حاضر. يلا حاضر تحت أمرك. يو في ايه متزربن ليه دلوقتي؟ في اخبار زي الزفت. زفت ليه؟ كفالة الشر في ايه؟ الزفت اللي اسمه مروان هو ونجوان سابوا الشقه اللي معانا عنوانها واختفوا. اختفوا؟ يا نهار اسود اختفوا ازاي يعني؟ في صوتك شويه. اختفوا سابوا الشقه وغاروا في 60 داهيه، ما حدش يعرف مكانهم. طب وانت عرفت ازاي؟ عرفت من واحد صاحبي دفعتي عايش هنا، كنت مخليه يتابعها. طب وبعدين احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ كده احنا ملناش اي لازمه هنا. يعني ايه هنرجع مصر يعني ولا هنعمل ايه؟ يعني هنقعد في اليونان ندور على اتنين مصريين ما نعرفهمش؟ يو ما نعرفش حاجه غير اسمائهم. بالراحه وطي صوتك، احنا في مكان عام. انت عارفه انت اتسلكتي على حيطه مايل. ايوه والحيطه دي هتقع بيك ان شاء الله. هي كوريا دي كانت فلحت في حاجه في مصر، لما هتفلح في بلاد بره. اي اه صحيح، اردى في كل حاجه الا المصلحه. اردت ايه يا اردى انت؟ هي بومه. انا بومه؟ انا مش بومه، انا غراب. بس غراب ايه؟ من نوع معين كده. احنا ان شاء الله هنروح الجنينه وهنتفرج على القرد اللي بيتنطط. تبقي تيجي معايا تنططي يا حبيبتي. كوريا شاطره يا طنط موسوكا ونادر معاها، وان شاء الله هيرجعوا الفلوس. طب والله العظيم انت بنت غلبان، انت عارفه فلوسي دي كانت هترجع ازاي؟ لو بعت الواتسوكا ابني ومعاه البت نوال. البت نوال تروح بقى تترقص لطليقي كده اهوت وتعمل له شويتين وترجع لك الفلوس صح سليم. افرضي ان ده حصل، كانت ست نوال هترجع الفلوس؟ لا بيني وبينك دي تاكل مال النبي. يعني يا اختي في ايه؟ انا استخبى جوه. استخبى يا بنت، استخبى يا بنت بسرعه يا بنت، استخبى. مين اللي بيخبط؟ مين؟ يا اخويا بسم الله الرحمن الرحيم، في ايه يا اخويا؟ مالك؟ فين هايدا ابو طالب؟ ها؟ مين؟ ما نعرفهاش. فتش الشقه. عايز ايه يا واد انت وهو؟ في ايه يا اخويا؟ هو في ايه؟ ها؟ بتبص لي كده ليه؟ ها؟ يا اهلا يا اهلا. خش يا اختي انت وهي غير هدومك. عشان كلكم كده مقبوضين عليكم بالصلاة على النبي. يعني ايه؟ ام سوكا وسندس مالهمش دعوة بحاجة. مالهمش دعوة بيه. هما كده متسترين عليكي. هتخشوا تغيروا ولا ناخدكم كده زي ما انتم؟ بفضلك يا ياسر. هما مالهمش دعوة. هناخد هايدي بس. يلا. هات ورايا. اتفضلي يا هايدي، امديلي على المحضر ده. ممكن اعرف الاول مين اللي قال لكم على مكاني؟ الرقاصه اللي كنت قاعده عندها في الاول. نوال؟ احمدي ربنا انها جات لنا وما راحتش لياسر، يعني ما كنتش هعرف اقنعه انه يعمل لك محضر انك سلمت نفسك. عشان كده برضه ما قبضناش على موسوكا وسندس، لان مفيش جريمه تستر اصلا. والله كتر خيرك. ياسر كان مصمم انه يقبض عليك عشان ياخد الترقيه. يعني هي جت بلغتك انت الاول
وكان ممكن ما تقبضش عليا صح؟ يا هايدا انا بشتغل ضابط شرطة، ما ينفعش اعرف مكان حد هربان واتسطر عليه. وبعدين ما قبضتش عليك رسمي، الرسمي ان جيت الاسم بنفسك وسلمت نفسك. اتفضل. انت لازم تروحي دلوقتي مباحث الاموال العامة، ياسر هيعملك محضر روتيني كده بالقبض عليك، وبعدين هترجعي لي هنا الاسم تاني، هتباتي لغاية الصبح، وبعدين هتترحلي عن النيابة. علي يا باشا، خلصت ولا المحضر ده مطول ولا ايه؟ بالراحة عليها يا ياسر، انت عارف هايدي تهمني قد ايه؟ حاضر يا حنين. اتفضلي يا ست هانم. احنا كده كده راجعين، يبقى احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ما نرجع وخلاص، ولا يبقى زائد فلوس يعني؟ هو اللي معاه قرش محيره يقعد في اللوكاندا ويطيره؟ الو، شوف الراجل ولا كاني بكلمه. يا ابو طالب بيه، ازيك عامل ايه؟ الحق نادر، هايدن قبض عليها. ايه؟ اتقبض عليها ازاي؟ الضابط اللي اسمه علاء كلمني وقال لي انها كانت في اسم مصر القديمه، وانه عمل لها محضر انها سلمت نفسها وهيقف معاها. نهار اسود، جولي اتعكشت. طب اهدى اهدى بس وسيطر على الموقف، وانزل بسرعه عشان تلحقها في الاسم. ربنا يسترها معاك. طب اقول لك ايه، ازاي له خالد سندس فين؟ لا تكون ولايه مسوكه كرشتها. يا ابو طالب بيه، انا وصلت هنا لقيت مروان ونجوان اختفوا، مش عارف ازاي. مفيش حاجه اسمها اختفوا، انت لازم تجيب مروان والفلوس وما تجيش من غيرهم، كده هايدا هتروح مننا. يا عم بقول لك اسالوا سندس فين. حاضر حاضر حاضر، اسالوا. كوري عايزه تعرف سندس فين. بتلاقيه عند ام سوكا دي ولا حاجه. بقول لك ايه، سلام، انا كده اتاخرت. قال لك فين؟ عند ام سوكا. لازم نوصل لمروان ونجوان دلوقتي حالا. عاوز تلاقي نجوان؟ للاسف جه اليوم اللي لازم الاقي فيه صفيح الزباله وادور عليها. بدور على ابراهيم. ايه؟ ابراهيم؟ ايوه، اسمع مني انا. دور على ابراهيم تلاقي ست نجوان.